أهلا بكم. كشف مكتب المفتش العام في وزارة الصحة عن وجود تلاعب وهدر بالمال العام في مديرية صحة صلاح الدين، وقال المكتب إنه بعد تدقيق العقود والمناقصات الحكومية تم الكشف عن وجود مخالفات إدارية ومالية وتلاعب في عقود المشتريات في دائرة صحة صلاح الدين للعام 2018 تسببت في إهدار ما يقارب 1.5 مليار دينار عراقي. وأضاف المكتب أن الهدر تمثل في وجود مغالاة في الأسعار وشبهات فساد في عقود المشتريات المبرمة والبالغة 41 عقدا شملت الأجهزة الكهربائية المختلفة ومستلزمات طبية وأثاثا ومواد أخرى وعقود خدمات تتعلق بحاجة الدائرة إليها. وجه مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية مديرية شرطة بابل بإعادة مبلغ 525 مليون دينار عراقي إلى خزينة الدولة لصرفها إياه خلافا للضوابط والتعليمات. وذكر المكتب أن التوجيه جاء على خلفية اكتشافه قيام المديرية بصرف مخصصات وقتية لمنتسبي سريتين من سراياها خلافا للضوابط والتعليمات. وأضاف المكتب أنه بعد التدقيق أثبتت أن السريتين المصروف لهما المخصصات وفق الوثائق غير مشمولة بتلك المخصصات، الأمر الذي أوجب على مديرية شرطة بابل إيقاف صرفها وإعادة مبلغ 525 مليون إلى خزينة الدولة واتباع الآلية المعمول بها في سبيل إعادة تلك المبالغ. قال مسؤول فرع اتحاد الجمعيات الفلاحية في المثنى عواد عطشان إن مديرية الزراعة في المحافظة لم تلتزم بتعليمات وزارة الزراعة فيما يخص بعقود الزراعة بمناطق البادية. وأضاف عواد عطشان أن التعليمات تنص على عدم إخضاع الأراضي الزراعية في مناطق البادية للمزايدة العلنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتسبب بمشاكل لأصحاب الأراضي المستغلة منذ سنوات والداخلة ضمن الخطط الزراعية. طلب عواد عطشان بإلغاء رسوم تعظيم موارد الدولة التي فرضت في السنوات الماضية كشرط من شروط تجديد العقود الزراعية، ومن ثم تحسين الواقع الزراعي بشكل عام في المحافظة. كشفت هيئة استثمار ذي قار عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 48 دونما لإنشاء مستشفى بسعة 200 سرير لمعالجة الأمراض السرطانية عن طريق منحة مالية من مؤسسة التنمية المستدامة. وأضافت هيئة الاستثمار أن موقع المستشفى الجديد سيكون بالقرب من الملعب الأولمبي، إذ ستتكفل المؤسسة السويسرية والسويدية الداعمة ببناء وتجهيز المستشفى بكافة الأجهزة والمعدات، إضافة إلى تدريب الملكة والعاملين فيه. يشار إلى أن الكثير من المؤسسات الصحية تشهد نقصاً كبيراً في الأدوية والمعدات الطبية اللازمة بسبب الفساد المستشري في القطاع الصحي. أعلن مصرف الرافدين صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق الدفع الإلكتروني. وأكد المصرف صرف دفعة جديدة من السلف المالية لأكثر من 2300 متقاعد، مبيناً أن تلك السلف تتراوح ما بين 3 ملايين وعشرة ملايين دينار عراقي. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
في أمان الله.